البداية كانت اسكندرية، مركز شباب الدهرية، وبعدين نادي الرمل، وبعدين سبورتنج. ده سنة وسنة، وبعدين 7 سنين في نادي سبورتنج، وبعدين يعني الحمد لله ربنا كرمني في حاجات كتير هناك. بعدين جيت النادي الأهلي تاني سنة ليا رجال، اللي هو نلعب عمومي يعني. ومن ساعتها يعني الحمد لله رب العالمين مكمل، وإن شاء الله لحد ما بطل يعني. إن شاء الله أول عقد يعني جيت النادي الأهلي كان سنة 2000، موسم 2002 2003. ومن ساعتها الأول 4 سنين كان دكتور علاء مشرف هو رئيس الجهاز، والحاج سمير عبد رب الله يرحمه كان هو اللي ماسك النشاط الرياضي. ودول كان بداية علاقتي بالنادي الأهلي يعني. كان كابتن أشرف عبد الفتاح موجود، اللي هو مدير الجهاز حاليا، هم دول كانت علاقتي بيهم. فبالنسبة لي كانت الدنيا كلها جميلة، وما كانش فيها أي مشاكل خالص الحمد لله رب العالمين. ما حسيتش يعني بيوم واحد أنا متضايق فيه. فبناء عليه لما جالي التجديد بعد كده خلاص أنا مش محتاج حاجة. هي القصة كلها هتبقى الرقم اللي هم يعني الناس بتتكلم فيه، اللي هو المقابل المادي يعني. بس الحمد لله رب العالمين أنا مرتاح نفسيا، فأيا كان الرقم بالنسبة لي مش هيبقى هو المعضلة يعني. ايه اللي النادي الاهلي هيقوله؟ ودي حاجه على مر السنين او العقود اللي انا عملتها في النادي، اللي دايما اللي شاري النادي الاهلي النادي الاهلي بيشتريه واكتر. فانا ما بقتش محتاج ان اقول والله انا عايز كذا او انا بتمنى كذا ولا حاجه. انا يكفيني ان انا موجود جوه النادي الاهلي، وده كفايه. بقرش بقرشين ب10 بمليون مش فارقه، بس انا موجود جوه النادي الاهلي ده كفايه. او بالنسبه لي كل بطوله تقريبا بتبقى صعبه، وبالنسبه للناس بتلعب باسم النادي الاهلي مش انا، احنا اغلب بطولاتنا فرق. البطولات اللي بتتلعب باسم النادي الاهلي بيبقى فيه حمل ولود على اللعيب زياده. انت بتلعب باسم نادي كبير، اكبر نادي في الشرق الاوسط كله، مسؤوليه، عندك جماهير ما شاء الله حاجه يعني حدث ولا حرج، هو اللاعب رقم واحد في كل حاجه. عندك مجلس اداره، على كل مجالس الإدارة اللي أنا عاشرتها ما فيش حد بيتأخر علينا في حاجة. طلباتنا كلعيبة تقريبا بتبقى مجابة، يمكن مش هنقول 100% بس على الأقل مثلا 90%. فبالنسبة لي أنا شايف إن يعني الأقل حاجة الواحد يقدر يعملها إن هو يجتهد على قد ما يقدر إن هو يفرح الناس دي كلها، لأنه ما بتأثرش معاك. بدل حد ما بيأثرش معاك خلاص، أنت مش مطلوب منك غير إن أنت تبذل أقصى ما في وسعك إن أنت تحقق النتيجة المطلوبة منك يعني. الحمد لله مش انا لوحدي، الفرقه كلها على قلب رجل واحد، بنحاول دايما ان احنا نعمل الكلام ده. زي كده الاهلي بمن حضر، في ماتشات انا ما كنتش موجود فيها الحمد لله كسبناها، وفي ماتشات انا كنت موجود فيها وكان المنافس المفروض ان هو اللي هيكسب، الحمد لله بفضل الله كسبناها. المهم التارجت بتاعنا ان احنا دايما نفرح الناس اللي واقفه ورانا، سواء نشاط، سواء جهاز، سواء مجلس اداره، طبعا الجماهير. ده بالنسبة لنا اللي هو الراحة، دي المكافأة بتاعتنا ان احنا نقدر نفرح الناس دي. انا كلاعب استفدت من النادي الاهلي، استفدت شهرة، استفدت فلوس، استفدت اسم، تاريخ، استفدت كتير من النادي الاهلي. انما الجمهور اللي بيشجع النادي الاهلي ما استفدش حاجة غير السعادة الشخصية اللي بتجيله لما النادي الاهلي يكون بيكسب او بيحقق نتيجة. فدايما هو يعني هو حاله خاصه بالنسبه للعيب. انا بستفيد، هو ما بيستفيدش حاجه. احنا ممكن نخليه يبقى مبسوط، ممكن نخليه يبقى زعلان، بس عمر ما الجمهور بيبقى زعلان لو شاف اللعيب بيجتهد وبيعمل اللي عليه اقصى حاجه عنده. فدي بالنسبه لي هي دي الحاجه الهديه اللي انا اقدر اعملها للعيب للجمهور، ان انا كلعيب ابذل اقصى ما في وسعي عشان هو يبقى مبسوط.